في لقاء عربي خالص يخوض المنتخبان القطري والأردني المباراة النهائية والمرتقبة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي ستجري مساء اليوم على أرضية ملعب لوسيل في الدوحة. ويدخل العنابي اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وكذلك عامل الخبرة، حيث حمل القطريون اللقب في نسخته الماضية. أما المنتخب الأردني صاحب أقوى خط هجومي في البطولة فيطمح للحصول على اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب منتخب النشام الحسين عموتة، أكد المغربي جاهزية منتخبه لمواجهة قطر اليوم في نهائي كأس آسيا، مؤكدا عدم وجود غيابات في صفوف الفريق. ان شاء الله اليوم الغد يعني تقريبا التشكيل سيكون يعني مكتمل الحمد لله. يعني الإصابات اللي هي بسيطة عادية جدا بالنسبة لي يعني اللاعبين، والكل سيكون ان شاء الله حاضر، يعني الخيارات ستكون يعني متاحة في المقابلة كلها. طبعا الكل يعول على حضور جماهيري يعني مميز، اكيد انه الملعب سيكون يعني مليء على الاخر، وطبعا نحن نعول على يعني المساندة الجماهيرية اللي مهمة جدا يعني كما عودونا يعني عليها في المقابلات السابقة، وان شاء الله ان نستمتع داخل المقابلة يعني وان نؤدي بالشكل الجيد وان يكون مستوى يعني هذا النهائي القطري الاردني يكون في مستوى تطلعات اول حاجة القيمة ديال الكرة الاسيوية. أما حسن الهدوس قائد المنتخب القطري فاعتبر أن المباراة النهائية في كأس آسيا ستكون صعبة على الفريقين، متمنيا تقديم المنتخبين لنهائي مشرف للكرة العربية. أكيد في البداية أنا فخور أني أكون جزء من هذه المجموعة، ودائما قلت هذا الكلام، مباراة نهائية راح تكون مباراة صعبة على الفريقين. إن شاء الله نتمنى التوفيق فيها ونطلع إحنا وإخواننا في الأردن بنهاية يليق بالكرة العربية إن شاء الله.